شريت الدار ب 20 مليون وما سكنت فيها، سكنت فيها عامين ونص، وجاو خرجونا ما عطاونا حتى شي مبرر، ما عطاونا لا حتى وثيقه، لا ورقه ترياب ولا امتى غيعطيو لينا ولا شنو داروا معانا، ما داروا لينا حتى شي حاجه. جاو ما علموناش حتى العليم، جاو في اثنين قالوا لينا الثلاث تكون الدار خاويه يومين. كاين الناس اللي غيشعلوا العافيه في حوايجهم، تنطلبوا من الناس يشوفوا من حالتنا ولحونا للزنقه وشردونا وشردوا ولادنا، ولادنا كيمشيو في الترانسبور ويجي وما عندهمش فاش يركبوا، ما عندناش فاش نخلصوا الكرا. انا كاري عبيد كان عندي الدار فيها 65 متر، ودابا عندي عبيد حوايجي حطاهم عند اختي في عين عوده، وحوايج مصيباهم عند خالتي، وانا عندي غبيت واحد ساكنه فيه انا وجوج ديال ولادي وراجلي، وهذاك البيت كنطيب فيه وتناكل فيه وتنعس فيه. شاري اخويا ب 20 مليون وبقى فيها الكريدي عامل، دابا بقى كنخلص 2000 درهم في الشهر، وكاريا دابا بيت واحد ب 1000 درهم. الله يجازيكم بخير، كنطلبوا من السي العامل يشوف من حالنا ويشوف هادشي اللي داروا لينا. وعاش الملك، الناس المسؤولين ومحمد السادس الله يطول عمره. ساكنه ديال ولاد بوطيب منزه، جاو عندنا علمونا بلا صورونا قيدونا، جاو علمونا ثلاث ايام قالوا لنا تهدموا تحيدوا تخرجوا من هنا تخويو. حنا مسالمين خرجنا تنتسناو، ما عطاونا لا ورقه الهدم لا حتى حاجه. ملي دابا حنا ما لقينش الكرا، انا براسي ساكنه مع نسيبي ما لقيتش الكرا، ولادنا ما قريناش ما لقيناش مدرسه، حيت انا ما ساكناش بلاصه اللي قال لكم الترانسبور غنديو لكم، ما كاين والو، ما كاين حتى حاجه، ما تيعطيونا حتى وقت حتى حاجه ما كاين. قريبوا لينا في شهر 7 ورا العيد بجوج سيمانات. شنو قالوا لكم دابا؟ دابا ما كاين حتى حاجه، دابا حنا ما فرصنا والو، حنا ما عندنا حتى اخبار، انت غتعطيونا انت غادي، ما عندنا حتى اخبار، قال لك ما عارفين روسنا من رجلينا. شنو كسيدنا من هذا المنبر؟ بغينا الله ولسيدنا يوقف معانا، هاد الناس راه شردونا، خرجونا من ديورنا، ولادنا ما قاريينش وكاريين وما عندنا باش نخلصوا الكرا. والله ينصرك سيدنا، الله يخليك لينا، وانت هو الغطا ديالنا يا سيدنا، وكنترجاو من الله ومنك سيدنا تشوف من حالنا، وحنا مزوقين في الله ومزوقين فيك سيدنا، وشوف من حالنا الله يخليك لينا سيدنا، الله يطول عمرك، الله يشافيك، وشوف من حالنا سيدنا، حنا مشردين ومشردين وليداتنا، وادوار المنزه ولاد مباركعين حلوف، وشوف من حالنا راه خرجونا من ديورنا يا سيدنا، الله يشافيك والله يخليك لينا. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. خويا انا عندي ارض في عيش عبو، في عيش عبو عين حلوف، وكاينين الديار وكاينين الاراضي، هاد الناس تخلاو علينا، ما عرفناش حنايا، ما عرفناش راسنا من رجلينا. ما جاولونا ما والو، هدموا لينا ديورنا وخرجوا لنا ولادنا، ما عندنا باش نقريو، وقاريين عندنا باش نقريو ما عندناش، حنا قاعدين دابا عاقرين باش نخلصوا الكرا، حلونا من بلادنا، الله يخلي لنا الملك ويطول عمره، وشوف فينا شوف فينا. إذا تنوجهوا لسيدنا الله يحفظه ويخليه لينا، هو على راسنا وعينينا من الفوق، ولكن حنا ماشي أرض الجموع، ماشي أرض الدولة، حنا شاريين الملك عند موالي الملك، كيقول لك خويو لينا هاد الأراضي، علاش غنخويوها؟ جاو لينا سيمانة قبل العيد، حصاونا سيمانة مور العيد الكبير، جاو كيريقوا لينا، ما لقيناش حتى الكرا. أنا اللي كنهضر معاك كاريا كراج ب 50,000 ريال، كنعس أنا وولادي محبوسين، كنصبحوا مراتين معذبين، المدرسة بعيدة علينا، قال لك قري ولادكم في المنزه، واش ولا دري؟ ولا درية عندها 7 سنين، غتمشي حتى للمنزه، حنا بقينا حقوقنا، تيقولوا لنا دابا الشقة، حنا ما باغين الشقة، باغين بقع مقابل بقع. هادشي اللي كنطلبوا منك سيدنا، والناس كانوا غير في البرارك وعطيتهم البقع، وحنا غير شاريين الملك عند موالي الملك، حنا موالي الملك ما جراش علينا، باعوا لينا الله يسهل عليهم. ودابا المشكل دابا ديال هاد الدولة، على شكون اللي كيخدمها؟ على شكون اللي كيخدم هاد الدولة؟ بغيت نعرف أنايا، تيخدمها يد العاملة كنهضروا عليها، الناس راه فيها مساكن بنايا وجلايجية بوفرين، واش الناس لاباس عليهم؟ لا ما بغاوش الفقراء؟ ويصيفطونا حنا لشي قنت ويعيشوا فيها الاغنياء، على حنا يطيحوا لينا فداك حيت هي منطقه مزيانه ودايره الثمن هذيك العرض، تجي تطيح لينا باش تسكن فيها واحد غاني، وهذاك اللي تسكنوا عنده الفلوس اصاحبي.
وعندو الفلوس، حسبنا الله ونعم الوكيل. واش غنقول لك اخويا؟ واخويا هادشي راه ولا تيضرنا اخويا، وهادشي وهادشي لا اله الا الله. بغينا نشوفو من حالنا، هادشي بزاف. الساكنه ديال ولاد مبارك تعرضنا لعمليه الهدم، والان ما توصلناش بالمساكين ديالنا، ولادنا كيتعرضوا للتشرد والكره بزاف علينا، وكنطلبوا من السلطات تعجل لنا في السكن ديالنا. ومن هذا المنبر كنخاطبوا المسؤولين، جميع المسؤولين يتاخذونا بعين النظر، هادشي اللي كنطلبوا من المسؤولين في هذه البلاد ان شاء الله باذن الله. وراه حنا كنعانيو بزاف في ظروف متعدده، من الكرا من الخدمه ما بقيناش خدامين، ونطلبوا من هاد المسؤولين راه يشوفوا بعين الرحمه هادشي اللي كنطلبوا. من هذا المنبر تنخاطب الناس المسؤولين، حنا عندنا بقاعه يا خويا، وقصاونا هاد الناس، وحنا عندنا الملكيه ديالنا واخدين من عند مول الملك، ومن حقنا يعطيونا تما في ديك المكان، في ذاك المكان يعطيونا سميتو ديالنا، وتنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا الحل. قولها قول ريبوا لي سيدي، انا راه شاري واحد البقعه ولاد الحلو، عين الحلو سميتو فيها ولاد بارك ولاد بوطيب، حنا شاريين البقع وباقيين ما هضروا معنا ما تكلموا معنا، وانا شاري بقع هذه 30 سنه، وكنمشي لعندهم بغيت باش ندير نصاوب البقعه ديالي، ما بغاوش يديروا معايا. ودابا راه حنا ما حصاونا، ما قالوا لنا حنا من بعد ما هدموا، قالوا لنا حنا من بعد غادي نجيو نحصيوكم، غادي نهضروا معكم، راه مازال ما هضروش معنا الى حد الان. كانت عيدات الهيكله، وحنا انا كنتسنى باش نمشي نصاوب وراقي، كيقولوا لي غتجي اعاده الهيكله. المهم داوني انا 30 سنه هذه، وانا تيقولوا لي دابا تجي اعاده الهيكله، وانا كنت نتسنى اعاده الهيكله وصافي. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.